المروحه؟ ايوه ساره. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. آسف يا مولانا، أنا آسف والله ما هو ذنبي يا مولانا، إنما الإخوة في المسجد لما عرفوا إنك أنت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع إلا أنت يا مولانا. عايزيني أنا أديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجهلك، ومين غيرك أنت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد أخباره إيه؟ عامل إيه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جت له المروحة تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيخف وهيبقى زي الفل ببركة سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس، المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص يعمل ايه بقى، يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام ولابد ولازما من استعمال السواك، لأن السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا حلق يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلقت اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهاردة بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعيه قالوا ان حلق اللحيه سنه، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصيه. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن. ما بتتعص. واهجروهن في المضاجع. احب حاجة على قلبه. اضربوهن. لا، شديدة وقوية، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزة فتوى، اللي زي دي عايزة تروح النيابة. الله اكبر الله اكبر مش عارف، الله اكبر مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيرة والإيد قصيرة، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما أنت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ أيوة الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركه منك. غلابه، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانه يا مولانا، ابعد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادره، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه.
مو سيد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا حرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما انا برعاك يا مولانا، ربنا حيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروته وانت خارجه فاعي. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنات مين تاني؟ مكفاه ابراهيم ارحمني يا شيخ بلال. عنات يا مولانا دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفها سبعه. سبعه؟ امال بشوفها قرد ازاي؟ دختي ما خليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا، ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. ارفع اخلاقه يا عم، ارفع البتاع دي عني. انا اخلاقه ايه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ارفع البتاع دي. واحد واحد. انا يا عم ارفع البتاع دي عني. انا اخلاقه واحد واحد. واحد واحد. ما ينفعش الرجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انتوا تقول له دول يا عم الحاج الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. انت حسن عطار؟ ايوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضره الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا جريه ام عماد. الله، عماد عماد، انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك. يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش غريب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. أنا عايز لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك أكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الأول تعرف إحنا جايبينك هنا ليه. أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط.
إذا كنت فاكر إن اللي عملته في أسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. أسيوط، إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ القاعدة ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، أنا راجل مؤمن بالمناقشة بالحوار، وأسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوة، إنما لو حسيت إن اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق وأساليب تخليك تعترف بكل حاجة. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، إيه اللي حصل؟ أنا كويس وطيب، واتحط على الجرح يبرد طول ما أنت دغري معايا. إنما هي إنما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها أحسن. قعدت قد إيه في أفغانستان يا حسن يا عطار؟ أفغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش جد. يا مختار باشا، يا مختار باشا، في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. هات. ايوه مين؟ حسن عطار؟ حسن عطار مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. انا اللي بعتته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر اصبحت منطقه ارهاب دوليه بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زياده عن اللزوم. انا بكلم سيادتك من المديريه، بعمل ايه في المديريه؟ اصلهم عرفوا اللي انا بشتغل مع القاعده. تنظيم القاعده؟ فعلا يا فندم، تفجير القنابل في الاماكن الحيويه دي ده اسلوب القاعده. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ انا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. اي يا فندم. هل اعلنت اي جهه مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، انما اكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ ايوه انا معاك يا فندم، اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، ظهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومة قوم كل الظلم نعيد اليوم. يا حكومة قوم كل الظلم نعيد اليوم. يا اخوانا، من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو